بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والسداد في القول والعمل. حياكم الله أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات في هذا اللقاء 38 من لقاءات التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى، وهذا هو مساء الأحد 29 من شهر جمادى الأولى من عام 1435 للهجرة. كنا توقفنا في الدرس الماضي عند التعليق على الآيات الآية 57 من سورة البقرة، وهي قول الله سبحانه وتعالى في امتنانه على بني إسرائيل: وظللنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وكنا قرأنا كلام الإمام البيضاوي في هذه في تفسير هذه الآيات، ثم انتهى الدرس أو قامت الصلاة. فنعود إلى هذه الآيات. لا يزال الحديث أيها الإخوة عن الامتنان على بني إسرائيل في هذه الآيات. الله سبحانه وتعالى يمتن على أحفادهم الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، يمتن عليهم بالنعم التي أنعم بها على أجدادهم في عهد موسى عليه الصلاة والسلام. فكل الأحداث التي يذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات هي أحداث وقعت لبني إسرائيل أيام موسى عليه الصلاة والسلام، بدءا من إخراجهم من مصر ونجاتهم من فرعون وقومه ونجاتهم من الغرق أيضا وعبورهم للبحر. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية في قوله وظللنا عليكم الغمام هي وقعت في المرحلة التي وقعت بعد نجاتهم من فرعون في هذه القصة الشهيرة، والتي قلنا أنها وقعت في العاشر من شهر محرم وهو يوم عاشوراء، ولذلك كان بنو إسرائيل ولا زالوا يصومونه. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فوجدهم يصومون هذا اليوم، فقال لماذا؟ قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى ومن معه من فرعون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم. فصامه عليه الصلاة والسلام وأمر بصيامه ولازلنا نصومه إلى اليوم. وهذه النعمة في قوله وظللنا عليكم الغمام في الصحراء التي كانوا فيها في التيه، كانوا في صحراء ليس فيها شجر يستظل به من ظل الشمس أو من حر الشمس، فأنعم الله عليهم بسحاب يظللهم من الشمس يسير بسيرهم ويتوقف بتوقفهم. وهذه نعمة عظيمة من النعم التي أنعم الله بها عليهم في هذه الرحلة. والغمام هو السحاب المعروف. قال وأنزلنا عليكم المن والسلوى، قال البيضاوي هنا الترنجبين والسمانة أو والسماني. وقلت لكم أن الترنجبين هو المن، والمن هناك كلام كثير للمفسرين في تعريفه، وخلاصة أقوال المفسرين فيه أنه سائل أو صمغ يشبه طعمه طعم العسل، كانوا يستيقظون في الصباح فيجدونه على الأشجار على الأحجار وعلى الأشجار وعلى النباتات الصغيرة، فيأخذونه بأيسر طريق، وكان مغذيا ولذيذا في نفس الوقت. ولذلك سوف تأتي معنا الآيات التي في قوله سبحانه قالوا لن نصبر على طعام واحد، وهم يقصدون به هذا الطعام لأنهم ملوا منه، مع أنه أكثر فائدة مما يطلبونه. فالمن هذا هو، لذلك قالوا هو صمغ يشبه العسل، هذا هو خلاصة أقوال المفسرين فيه. ولذلك اختلفوا كثيرا في المقصود به بعينه. ومثل هذه الأشياء أيها الإخوة في كتب التفسير ينبغي أن نتنبه إلى أن المفسرين يختلفون فيها اختلافا أحيانا من باب التنوع وليس اختلافا من باب التضاد، تماما كما في اختلافهم في قوله سبحانه وتعالى وفاكهة وأبا، فتجدون في الأب اختلافات، فمنهم من يقول الأب هو كل ما ترعاه الأنعام، أي نبات يظهر على سطح الأرض يسمى بالأب، مأخوذ من أب الشيء إذا ظهر. ومنهم من يحدده بعينه
لذلك لما سئل عنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه لم يجب وقال أي سماء تضلني إن أنا قلت في كتاب الله برأيي، وكأنه عنا رضي الله عنه أن يحدد المقصود بالأب بعينه، فيقول هذا النبات بعينه هو المقصود بالأب. لكن المقصود العام والمفهوم من الآية واضح أنه نبات أو طعام للأنعام بدلالة قوله في الآية التي بعدها قال متاعا لكم ولأنعامكم. طيب، والسمانة أو السلوى يعني الصحيح من أقوال المفسرين أنه طائر من الطيور يشبه السمانة، والسمانة هو طائر كما هو معروف عند في بعض المناطق هو أصغر يعني شبيه بالحمام البري، هو طائر يسمى طائر السمان. فكان هذان الطعامان مما سخره الله سبحانه وتعالى وأنعم به على بني إسرائيل في مرحلة التيه، هذا الصمغ الذي يشبه العسل وهذا الطائر الذي يأكلون من لحمه، كانوا يستطيعون أن يصيدوه بأقرب طريق، تماما كما كان في الصيد أو صيد السمك، كما تعلمون أن الله سبحانه وتعالى قد حرم عليهم الصيد في يوم السبت ابتلاء لهم وأباحه لهم في سائر أيام الأسبوع. فمن شدة الابتلاء لهم في هذا أنه كان الصيد يأتي يوم السبت فقط، ولكنه أيام بقية الأيام الأسبوع لا يأتي، فكان هذا ابتلاء لهم حتى يرى الله سبحانه وتعالى هل يستجيبون أو لا. فقال الله سبحانه وتعالى تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، يعني متناول اليد قريبة السمك، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، فاحتالوا بحيلة وهي المعروفة وستأتي معنا. فكذلك هذا الطائر وهو طائر السلوى كان يعني في متناول أيديهم، مع أنه طائر يحتاج في صيده إلى مؤونة وإلى مشقة، لكنهم كانوا لا يجدونها في صيد هذا الطائر. والبيضاوي هنا قال قيل كان ينزل عليهم المن مثل الثلج من الفجر إلى الطلوع، وتبعث الجنوب عليهم السمانة يعني ريح الجنوب، وينزل بالليل عمود إلى آخره. وهذه كلها من الروايات الإسرائيلية التي رويت في تفاصيل هذه الآيات وهذه القصص. ثم قال الله سبحانه وتعالى وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، والمقصود بالقرية على الراجح من أقوال المفسرين أنها القدس، أنها بيت المقدس بعينه، ولذلك قدمها هنا البيضاوي فقال يعني بيت المقدس، وقيل أريحة، فالصحيح أنها بيت المقدس وليست أريحة، لأنها هي المقصودة التي كانوا يطلبونها وهي بيت المقدس والتي يراد لهم أن يدخلوها. أيضا في قوله سبحانه وتعالى وقولوا حطة، أيضا هذا مما أيضا تكلم عنه المفسرون وفسره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، أن الله سبحانه وتعالى قد أمر بني إسرائيل عندما دخلوا هذا المنطقة وهي منطقة القدس أو بيت المقدس كان لها باب، وهذا شأن البلدان أو المدن في القديم، المدن مكة والمدينة والقدس و يعني المدن المشهورة عند اليونان مثل قرطاجة ومثل تدمر في سوريا وغيرها في أيام اليونان، المدن دائما كانت محاطة بأسوار، وحتى عندنا في 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 بلادنا إلى اليوم كانت القرى والمناطق والمدن الصغيرة محاطة بأسوار مغلقة من شدة الخوف وحرصا على الأمن، فلا يدخلها أي أحد إلا يعني في أوقات محددة وتغلق في الليل إلى آخره. فكانت القدس في ذلك الوقت من هذا النوع، وما كذلك مصر، فلما أرادوا أن يدخلوا بيت المقدس أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يدخلوا بهذه الطريقة، وقلت لكم أن الله سبحانه وتعالى لم يأذن لهم بدخول بيت المقدس إلا بعد وفاة موسى عليه الصلاة والسلام، ولذلك دخلوها يوم الجمعة مع يوشع بن نون وهو فتى موسى، وقد في القصة المشهورة التي كانت يعني كرامة ليوشع بن نون أن الله سبحانه وتعالى أخر غروب الشمس لهم حتى فتح الله عليهم بيت المقدس في عشية يوم الجمعة، فأمرهم الله أن يدخلوا على هيئة السجود، إما أن يسجدوا سجودا للشكر ثم يدخلوا، وإما أن يدخلوا مطأطئي رؤوسهم على هيئة الراكع، إما قالوا لصغر باب الذي يدخلون منه، ولكنهم لشدة عتوهم ومعصيتهم
وتكبرهم يعني سجية فيهم لا يتكلفونها في بني إسرائيل أنهم دخلوا على غير الهيئة التي أمروا بها، فبدل أن يدخلوا على هيئة الركوع خاشعين دخلوا وهم على ظهورهم، يعني دخلوا متجهين بظهورهم إلى الباب. بل إنه في الحديث الصحيح كما ذكر البخاري وكما رواه الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله سبحانه وتعالى: وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، أي قولوا حطة يعني ربنا احطط عنا ذنوبنا، أو قولوا إننا يا ربنا دخلنا ونحن نسألك أن تحط عنا ذنوبنا، كلها يعني وردت. فقد فسرها ابن عباس وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فبدل أن يقولوا حطة ويدخلوا في هيئة السجود أو الركوع وهم خاشعين قالوا حنطة، كأنه سخرية واستهزاء بهذا الأمر. وفي هذا إشارة في الحقيقة في قوله سبحانه وتعالى حطة، أنهم بدلوها بحنطة. هناك من بعض اللغويين من يشير إلى أنهم كانوا يخاطبون بالعربية، لأن لا يحصل الفرق يعني العلاقة بين حطة وحنطة قريبة، والاستهزاء بكلمة حطة بقول حنطة وارد ما دامت بنفس اللفظة وبنفس أو قريبة من عدد من حروفها. ولذلك يقول البخاري في روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فدخلوا يزحفون على أستاههم، فبدلوا وقالوا حطة حبة في شعرة، ولها روايات يعني حبة في شعيرة ونحو ذلك. لكن الخلاصة كما قال ابن كثير رحمه الله قال: وحاصل هذه الأقوال أنهم دخلوا، وما دل عليه السياق من الحديث أنهم بدلوا أمر الله لهم من الخضوع بالقول والفعل، فأمروا أن يدخلوا سجدا فدخلوا يزحفون على مقاعدهم من قبل أستاههم رافع رؤوسهم، وأمروا أن يقولوا حطة أيحطط عنا ذنوبنا وخطايانا، فاستهزأوا وقالوا حنطة في شعيرة، وهذا في غاية ما يكون من المخالفة والمعاندة، ولهذا أنزل الله بهم بأسه وعذابه بفسقهم وهو خروجهم عن طاعته، ولهذا قال: فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. لاحظوا أيها الإخوة، طبعا هذه الآية وأمثالها في هذه القصة تشير إلى عتوهم وعنادهم وعدم استجابتهم. ونحن كررنا مرارا أن هذه السورة العظيمة وهي سورة البقرة من أعظم مقاصدها مقصد الانقياد والاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى، وأنه ينبغي على المؤمن إذا أمره الله بأمر أن يقول سمعنا وأطعنا، سواء أدرك الحكمة من هذا الأمر أو لم يدركها. بل إنه في حال عدم إدراكه للحكمة تكون استجابته وانقياده أكمل وأعظم، بخلاف إذا عرف المؤمن الحكمة من هذه العبادة أو من تلك فإنه يكون انقياده عن تعليل، فقد يكون انقياده بسبب العلة اقتنع بها فانقاد، بخلاف الذي لم يعرف الحكمة فإنه ينقاد لها استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. وهذا هو معنى الإسلام في التعريف البسيط السهل له، أنه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. طيب، طبعا ذكر البيضاوي هنا في قوله: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذين قيل لهم، إلى آخره. ثم قال: فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. الرجز هو العذاب كما قال ابن عباس رحمه الله، فقال ابن عباس: كل رجز في القرآن الكريم فهو العذاب، كل رجز في القرآن الكريم فهو العذاب. وهذا ما يسمونه كليات القرآن أو كليات التفسير. الكليات المقصود بها أن تدل اللفظة على معنى واحد في كل مواردها في القرآن الكريم، مثل هذا الموضع، مثل الرجز. الرجز في القرآن الكريم كله بمعنى العذاب.
الرجز. قال البيضاوي هنا: والرجز في الأصل ما يعاف عنه، وكذلك الرجس، ولم يذكر كلمة ابن عباس، وكان ذكرها المفسرون ابن كثير وغيره أن كل رجز في القرآن الكريم هو بمعنى العذاب. وهناك يعني مفردات في القرآن الكريم يسمونها الأفراد، ذكرها الزركشي وسبقه إليها الإمام أحمد بن فارس الرازي صاحب مقاييس اللغة، له كتاب صغير طبع مؤخرا اسمه أفراد القرآن. ماذا يقصد بها ابن فارس؟ نحن قلنا هنا الكليات هي اللفظة التي تدل على معنى واحد في كل القرآن. الأفراد هي لفظة تدل على معنى واحد في كل المواضع إلا في موضع واحد تخالفه. فمثل مثلا الأسف، الأسف هو الحزن إلا في موضع واحد في قوله فلما آسفونا انتقمنا منهم، فهي بمعنى الغضب، آسفونا يعني أغضبونا. أما في بقية المواضع وأسف على يوسف فهي بمعنى الحزن والأسى. طيب، ذكر البيضاوي هنا في قوله رجزا من السماء أن المراد به هنا الطاعون، وهذا قول سعيد بن جبير من التابعين، أن العذاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على هؤلاء العصاة الذين أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يدخلوا بهيئة معينة ويقولوا قولا معينا فغيروه وبدلوه، قال فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا، قال الرجز هو الطاعون. ونحن قلنا أن الرجز هو العذاب والطاعون هو جزء من العذاب، فهو قد فسره بالمثال، قد فسره بالمثال. وروي كما قال البيضاوي أنه مات في ساعة 24,000، وهذه طبعا وردت في الروايات الإسرائيلية. ولذلك وستجدون في هذه القصة وسنذكرها أن المفسرين من التابعين ومن الصحابة رضي الله عنهم يرجعون إلى الإسرائيليات، وهي الروايات المروية عن بني إسرائيل في تفاصيل هذه القصص. ولذلك المفسرون أو علماء التفسير يذكرون من مصادر التفسير، يذكرون من مصادر التفسير أول شيء القرآن، ثم السنة النبوية، ثم أقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم، ويجمعونها بقولهم أقوال السلف، ثم يقولون اللغة، ثم يقولون الإسرائيليات. فالإسرائيليات هي من مصادر التفسير فعلا، لكن البعض قد يفهم ذلك فهما خاطئا، فيظن عندما تقول الإسرائيليات مصدر من مصادر التفسير يظن أنها يعني واسعة التأثير في التفسير، وإنما هي في مثل هذه المواضع، في مثل هذه المواضع. فستأتيك الآن: وإذ استسقى موسى لقومه، كيف استسقى؟ فاضرب بعصاك الحجر، ما هو هذا الحجر؟ حجمه، نوعه، كيف طريقته؟ سوف تأتي معنا. هذه كلها التفاصيل لم يرد في السنة أي تفاصيل فيها، وإنما وردت أخذها المفسرون من الصحابة والتابعين عن علماء بني إسرائيل الذين دخلوا في الإسلام أو الذين لم يدخلوا في الإسلام. كانت أشبه ما تكون كما يقولون اليوم عندنا التأثير الثقافي أو التبادل الثقافي، في لأن هذه كلها قصص وردت عن بني إسرائيل وهم أعلم بها وبتفاصيلها، لأن هذه قصص وقعت لأجدادهم وهي موجودة عندهم في تاريخهم وفي كتبهم، وفيهم علماء وفيهم أهل علم، بل إنهم كما تعلمون هم اللي يسمون أهل الكتاب. أهل الكتاب يعني أشبه ما تكون اليوم بأهل العلم وأهل الثقافة والأدب والمعرفة. كان حتى تكلمنا مرارا أن العرب في الجاهلية كانوا إذا أشكل عليهم أمر أو أرادوا أن يسألوا عنه يرسلون وفدا إلى اليهود في المدينة، باعتبار أنهم يعتبرون هم طبقة مثقفة مقارنة بالوسط الذي يعيشون فيه. اليوم نبدأ في الآية رقم 60 يا شيخ صالح، وهي قوله تعالى: وإذ استسقى موسى لقومه، وهي أيضا تأتي في سياق الامتنان على بني إسرائيل في تلك المرحلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام البيضاوي رحمه الله في قول الله تعالى: وإذ استسقى موسى لقومه، لما عطشوا في التيه، وقوله تعالى: فقلنا اضرب بعصاك الحجر، اللام فيه للعهد على ما روي أنه كان حجرا طوريا حمله معه، وكانت تنبع من كل وجه ثلاث أعين،
تسيل كل عين في جدول إلى صب، وكانوا 600,000، وسعة المعسكر 12 ميلا أو حجراً أهبطه آدم من الجنة، ووقع إلى شعيب عليه السلام فأعطاه لموسى مع العصا أو الحجر الذي فر بثوبه لما وضعه عليه ليغتسل، وبرأه الله بما به عما رموه من الأدرة، فأشار إليه جبريل عليه السلام بحمله أو للجنس، وهذا أظهر في الحجة. قيل لم يأمره بأن يضرب حجراً بعينه، ولكن لما قالوا كيف بنا لو أفضينا إلى أرض لا حجارة بها، حمل حجراً في مخلاته وكان يضربه بعصاه إذا نزل فينفجر، ويضربه بها إذا ارتحل فييبس. فقالوا إن فقد موسى عصاه متنا عطشا، فأوحى الله إليه لا تقرع الحجر وكلمه يطعك لعلهم يعتبرون. وقيل كان الحجر من رخام، وكان ذراعا في ذراع، والعصا 10 أذرع على طول موسى عليه السلام من آس الجنة، ولها شعبتان تتقدان في الظلمة. نعم، أيضا كما قلنا عندما وصل بنو إسرائيل إلى التيه كانوا في أمس الحاجة مع في الصحراء إلى الماء، فتلاحظون كثرة الآيات والمعجزات التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لموسى عليه الصلاة والسلام في هذه المرحلة بالذات. يعني الآن قبل هروب موسى عليه الصلاة والسلام ببني إسرائيل من مصر كان هناك عدد من معجزة العصا بالذات، عندما رماها في ذلك المشهد العظيم على العصي التي تحولت إلى حيات وثعابين، فألقاها فإذا هي حية تسعى، وأيضا قال فألقها يا موسى فإذا هي تلقف ما يأفكون، في القصة المعروفة. لكن منذ أن خرج موسى عليه الصلاة والسلام بقومه تتالت المعجزات التي كانت لهذه العصا، فكانت أولها عندما ضرب بها البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، هذه واحدة. ثم جاء إلى بعد أن خرجوا من البحر ووصلوا إلى الصحراء فاحتاجوا إلى الماء، إذ استسقى موسى لقومه. وانظروا كيف الفرق، نحن اليوم عندما نستسقي فإننا نصلي صلاة الاستسقاء، نطلب الله سبحانه وتعالى أن يسقينا. موسى عليه الصلاة والسلام يعني من فضل الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل وهو معهم أنهم كان معه عصا يضرب بها حجرا فينبجس هذا الحجر بالماء كأنه يعني حنفية ماء، بل تروي هذه القبائل كلها. فقال الله سبحانه وتعالى وإذ استسقى موسى لقومه، وقلت لكم أيها الإخوة وإذ كلما وجدنا كلمة وإذ فمعناها واذكر إذ، واذكر إذ، فلو سئلتم عن إعراب قوله وإذ فإنها تأتي في محل نصب مفعول به، يعني واذكر كذا. وإذ استسقى موسى، استسقى يعني طلب الماء، طلب السقيا لما عطشوا في التيه، فقلنا اضرب بعصاك الحجر. قال البيضاوي اللام فيه للعهد، العهد المقصود به أن تدخل الألف واللام على اسم معهود عند السامع، مثل إذا قلت لكم مثلا اليوم الموعد المسجد، نقول الألف واللام في المسجد للعهد، لأنكم أنتم تعرفون ماذا أقصد بالمسجد، أنني أقصد جامع الهداب مثلا، نقول اليوم والله الموعد في المسجد. ربما لو يسمعكم شخص ثالث ليس لا يعرف المقصود ما يفهم، يقول وش يقصد بالمسجد هذا، يقول له أنا فاهم وش يقصد، لأن الألف واللام للعهد، العهد الذهني بين المستمع والمتكلم. فالبيضاوي هنا يقول اللام فيه للعهد الحجر، يعني فقل نضرب بعصاك الحجر الذي تعرف يا موسى، المعهود اللي تعرفه. قيل للعهد على ما روي أنه كان حجرا، فعلى لاحظوا شوفوا في التفسير عندما يتكلم المفسر باختصار قال اللام للعهد، فمباشرة تفهم أنت كقارئ أن هذا الحجر الذي كان يضربه موسى حجر معروف ومعهود ودائما يحمله معه في سفره وفي حضره، لأنه معروف الحجر هذا عنده. أما إذا كنا نقصد أنه حجر من الأحجار التي أي حجر تضربه يا موسى ينبجس منه الماء، فليس المقصود بالألف واللام هنا للعهد، تكون للتعريف، أي حجر تجده فإنه ينطبق عليه هذا الوصف. فالبيضاوي قال اللام فيه للعهد على ما روي أنه كان حجرا طوريا، يعني نسبة إلى جبل الطور، يعني كأنه كان حجرا مأخوذا من جبل
الطور الذي جاءه الوحي فيه، حمله معه، وكانت تنبع من كل وجه ثلاث أعين. يعني إذا قلنا لاحظوا ماذا يقصد البيضاوي، كان يقصد أنه حجر مربع، فإذا كان ينبجس من كل جهة من حجار الحجارة ثلاث عيون، كم تصير؟ ثلاثة في أربعة بكم؟ 12. وهذا هو عدد أسباط بني إسرائيل الذين كانوا معه. قال: تسيل كل عين في جدول إلى صبط، يعني إلى أبنائه إلى صبط، وكانوا 600,000، وسعة المعسكر 12 ميلا. تذكرون في المحاضرة الماضية كنت قرأت لكم طرفا من كلام الإمام ابن خلدون في مقدمته. ابن خلدون في المقدمة ذكر في الفصل الأول كلام يذكر فيه أهمية علم التاريخ، ويقول إن الذي ينتفع حق الانتفاع من علم التاريخ يحاكم إليه مثل هذه الروايات التي ذكرت عن بني إسرائيل وعن جيش فرعون إلى آخره، لأنك تلاحظ هنا في الرواية أنهم كانوا 600,000 الذين عبروا مع موسى عليه الصلاة والسلام، وأدركهم فرعون بأكثر منهم من جيشه، فهو عدد ضخم. ابن خلدون يشكك في هذه الأعداد ويقول هذه الأعداد مبالغ فيها، لأنها لا يمكن تنسجم مع واقع التطور التاريخي وعدد الناس في ذلك الوقت وصغر المدن في ذلك الوقت إلى آخره. ويقول يعني غير معقول أن يتحرك جيش من هذا القبيل في ذلك الزمن المتقدم، جيش قوامه 600,000 أو أكثر أو إلى آخره. وهذه مسألة على كل حال مسألة تاريخية، لكنها مفيدة للمفسر عندما يمحص الروايات التاريخية من هذا النوع. لكن نحن بالنسبة لنا ما تهمنا أن كونهم 600,000 ولا 200 رجل، ولا ما تفرق معنا. هي طبعا لا شك أنها في القصة قصة عظيمة، ولكن ودليل أنها قصة عظيمة أنها قصة هي مؤثرة إلى اليوم في تاريخ بني إسرائيل. وأحد أسفار التوراة الكبار اسمه سفر الخروج يتحدث عن هذه القصة بتفاصيل كثيرة جدا. لكن يعني هذا تعليق على قول البيضاوي: وكانوا 600,000 وسعة المعسكر 12 ميلا إلى آخره. هذا قول. القول الثاني أنه حجر أهبطه آدم من الجنة معه، ووقع إلى شعيب عليه الصلاة والسلام فأعطاه لموسى مع العصا. طبعا هذا قول يعني يمكن أن نرده بأمور. أولا أن موسى عليه الصلاة والسلام لم يدرك شعيب، وأن القول أن موسى عليه الصلاة والسلام أدرك شعيب في القصة التي في سورة قصص، وأبونا شيخ كبير، بعض المفسرين يقول أنه شعيب، وهذا القول انفرد به أحد التابعين بالقول به، وإلا فهو قول بعيد، لأن بين شعيب وبين موسى عليه الصلاة والسلام أمد كبير، قرون، بعضهم يوصلها إلى 400 سنة وأكثر، فهو يبعد أن يكون هو شعيب عليه الصلاة والسلام. ولذلك لو ترجعون إلى بعض المسائل في ما يسميه الفقهاء شرع من قبلنا في قصة موسى عليه الصلاة والسلام، تجدون استنباطات كثيرة من قصة موسى في سورة القصص. منها على سبيل المثال استنباط حكم أنه يجوز أن يكون المهر أجرة، بمعنى أن يؤجر الرجل نفسه وتكون هذه المدة هي مهر للزواج، كما حصل مع موسى، قال: إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. قالوا: يجوز إذن أن يكون المهر أجرة عمل. طيب، على أي أساس استنبطنا هذا الحكم؟ موسى لم يوحى إليه بعد، فعمله ليس وحيا وليس حجة. قالوا: نحن نحتج به لأنه الذي اشتغل عنده هو شعيب. قلنا: هذا غير صحيح، لأنه ليس شعيب الذي اشتغل عنده، فهو ليس أيضا تصرف أنبياء. طيب، كيف يكون الاحتجاج إذن بهذه القصة؟ قالوا: نحن نحتج بها لإقرار القرآن لها، ويدخلونا في شرع من قبلنا من هذا الباب، وهي حجة ضعيفة في هذه القصة. الفكرة التي نريد أن نعود إليها هو قضية أن هذا الحجر هو نزل به آدم من الجنة، ثم توارثه أبناؤه من الأنبياء حتى وصل إلى شعيب عليه الصلاة والسلام، ثم أعطاه موسى، ثم كانت له هذه القصة التي أنه إذا ضربه موسى بالعصا ينبع منه الماء. وهذه كلها روايات إسرائيلية. وقيل أن هذا الحجر الذي كان يضربه موسى فينبجس منه الماء أنه الحجر
الذي فر بثوبه في القصة التي وقعت لموسى عليه الصلاة والسلام، وذكرها المفسرون في سورة الأحزاب، أليس كذلك؟ في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فالمفسرون يذكرون أن معنى هذه الآية أن قوما من قوم موسى قد اتهموه بأنه يعاني من مشكلة في خصيتيه، ولذلك لا ينزل معهم ويستحم في النهر، وكان هذه عادة عندهم أنهم يعني مع بعضهم. كان موسى عليه الصلاة والسلام حييا، إذا أراد أن يغتسل يغتسل بمفرده، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبرئه من هذه المرض الذي زعموه، وكان يعني مرضا لا في 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 يعني في عورته. فذات يوم نزل موسى عليه الصلاة والسلام يغتسل في النهر وحده، ووضع ثيابه على حجر، فلما وضع ثيابه على هذا الحجر فر هذا الحجر بثيابه، فموسى عليه الصلاة والسلام لحق هذا الحجر ويناديه حتى مر من أمام هؤلاء فرأوه سليما معافى، وضربه موسى عليه الصلاة والسلام وأخذ منه ثيابه. فيعني من الروايات التي تذكر أنه نفس الحجر الذي هرب بثيابه ذاك أنه هو الذي أيضا كان يضربه بعصاه في سفره فتنبجس منه عيون الماء لبني إسرائيل. طبعا على هذا يكون موسى أخذ هذا الحجر معه، كما في بعض الروايات أن جبريل جاء إلى موسى وقال إن هذا الحجر يعني سيكون له شأن فخذه. هذه رواية من الروايات. ويقول البيضاوي: أو للجنس، وهذا أظهر في الحجة، أن المقصود به اضرب، إذا استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر، أنه جنس الحجر، أي حجر تجده تضربه بعصاك ينبجس منه الماء. ولا شك أن هذا أكثر دلالة على الإعجاز، ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله: وهذا أظهر في الحجة على بني إسرائيل. قيل: لم يأمره بأن يضرب حجرا بعينه، ولكن لما قالوا: كيف بنا لو أفضينا إلى أرض لا حجارة بها، فحمل حجرا في مخلاته وكان يضربه بعصاه إذا نزل فينفجر، ويضربه به إذا ارتحل فييبس، إلى آخر ما ذكر البيضاوي. فهذه الروايات أيها الإخوة، لاحظوا معي، إذا قلنا في تفسير الآية: وإذا استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا، أن موسى عليه الصلاة والسلام طلب سقيا قومه من الله سبحانه وتعالى، فأمره الله سبحانه وتعالى أن يضرب بعصاه المعروفة الحجر، سواء قلنا أنه كان حجرا خاصا يحمله معه أو أي حجر يجده موسى عليه الصلاة والسلام فيخرج منه الماء. تحديد نوع الحجر وحجم الحجر وطوله كلها وردت في الروايات الإسرائيلية، والمفسرون بعضهم يرجع إليها، مثل الطبري رحمه الله، مثل ابن كثير، مثل البغوي، مثل البيضاوي، هنا معظم المفسرين يرجعون إلى بعض الروايات وإلى أقوال السلف كالقتادة وسعيد بن جبير ومجاهد وغيرهم، ويذكرون هذه الأقوال. وتلاحظون أننا لو استبعدنا هذه الأقوال وقلنا أنه حجر ولا نعرف نوعه ولا نعرف لونه ولا نعرف حجمه، فالمعنى واضح بالنسبة لنا. فإن دخلنا في هذه التفاصيل فليس هناك حرج، وهي مما ورد في الإسرائيليات التي لم نؤمر بتكذيبها ولا بتصديقها، وليس في شرعنا ما يعني يؤكدها ولا ما يردها، فقد استخدمها العلماء في هذه المواضع، وليس في ذلك بأس وليس في ذلك حرج. واضح يا شباب؟ نعم، أكمل يا صالح. لا، قال تعالى: فانفجرت منه 12 عينا، متعلق بمحذوف تقديره فإن ضربت فقد انفجرت، أو فضرب فانفجرت، كما مر في قوله تعالى: فتاب عليكم. وقرئ عشرة بكسر الشين وفتحها، وهما لغتان فيه، وقوله تعالى: قد علم كل أناس كل صب، وقوله: مشربهم عينهم التي يشربون منها، وقوله تعالى: كلوا واشربوا، على تقدير القول من رزق الله، يريد به ما رزقهم الله من المن والسلوى وماء العيون.
وقيل الماء وحده لأنه يشرب ويؤكل مما ينبت به، وقوله تعالى ولا تعثوا في الأرض مفسدين لا تعتدوا حال إفسادكم، وإنما قيده لأنه وإن غلب في الفساد قد يكون منه ما ليس بفساد كمقابلة الظالم المعتدي بفعله، ومنه ما يتضمن صلاحا راجحا كقتل الخضر عليه السلام الغلام وخرقه السفينة، ويقرب منه العيث غير أنه يغلب فيما يدرك حسا. ومن أنكر أمثال هذه المعجزات فلغاية جهله بالله وقلة تدبره في عجائب صنعه، فإنه لما أمكن أن يكون من الأحجار ما يحدق الشعر وينفر عن الخل ويجذب الحديد لم يمتنع أن يخلق الله حجرا يسخره لجذب الماء من تحت الأرض أو لجذب الهواء من الجوانب ويصيره ماء بقوة التبريد ونحو ذلك. نعم، قوله سبحانه وتعالى فانفجرت منه 12 عينا أي أنه فضرب، تقدير الكلام أنه فضرب فانفجرت منه 12 عينا، وهذه يعني أسلوب موجود في القرآن الكريم بكثرة الحذف لظهوره. قال قد علم كل أناس يعني من هؤلاء الأصباط كل أناس مشربهم، وهذا فيه إشارة أولا إلى كثرتهم، لاحظوا أنهم كانوا كثير جدا لدرجة أنهم أصباط ويعني يتقاتلون على مثل هذا، فالله سبحانه وتعالى جعل لهم 12 عينا. قد علم كل أناس مشربهم، ويبدو أن موسى عليه الصلاة والسلام قد رتبهم ترتيبا اجتهد فيه بأن يكون لكل سبط من هؤلاء الأصباط عين خاصة. طيب، قال كلوا واشربوا على تقدير القول، يعني كأن الله يقول لهم، قال الله لهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وقوله من رزق الله هنا يعني عامة يدخل فيها المن والسلوى وغيرها، وهذا الماء الذي يعني انبثق لهم من هذه من هذا الصخرة. وقيل الماء وحده لأنه يشرب ويؤكل مما ينبت به، وهذا أيضا قول كما قلنا من باب التفسير بالمثال، يعني كلوا واشربوا من رزق الله قالوا من المن والسلوى، صحيح، من الماء الذي انبثق من الحجر، صحيح، من غير ذلك ربما يكون هناك أشياء غير ذلك الله سبحانه وتعالى سخرها لهم أيضا هو داخل في هذه المعنى، فهو من باب اختلاف التنوع. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، العيث والعثو هو أشد أنواع الفساد، ومنه إذا قالوا عاث في الأرض فسادا أي أنه أفسد إفسادا شديدا، هذا هو معنى الآية. البيضاوي هنا قال لا تعتدوا حال إفسادكم، لأن العيث عنده هو الاعتداء، وإنما قيده لأنه وإن غلب في الفساد، يعني أنه لا يقال عاث فلان صلاحا، وإنما لا أصلا تستخدم عاث في الفساد، لكنه يقول إنما قيدها هنا بالفساد إشارة إلى أنه قد يكون أحيانا شيء ظاهره الفساد ولكن باطنه الصلاح فلا يدخل فيها، وضرب مثالا على ذلك كما صنع الخضر عندما خرق السفينة، قال أخرقتها لتغرق أهلها، لكنه عندما فسر له هذا الفعل تبين أنه كان إصلاح لها وليس إفساد، لأنه لو ترك هذا الإفساد القليل لصادرها الملك الذي كان يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، معناه أنه كان ظاهر الفعل الفساد ولكن في حقيقته ليس كذلك. قال إذ طبعا هو تكلم بكلام، لكن الشاهد أنه قال في آخر كلامه كلاما مهما أيها الإخوة، وهو يتعلق بمسألة العقيدة، يعني الآن نحن ماذا نقول؟ الله سبحانه وتعالى قد جعل معجزات كثيرة لموسى عليه الصلاة والسلام، من ضمن هذه المعجزات أنه يضرب بعصاه الحجر، سواء قلنا أنه حجر ينقله معه لا شك أنه إعجاز أيضا، أو أي كان أي حجر يجده موسى يضربه فينفجر منه الماء، كلاهما في غاية الإعجاز. هنا يقول البيضاوي ومن أنكر أمثال هذه المعجزات فلغاية جهله بالله وقلة تدبره في عجائب صنعه، لأن هناك من ينكر المعجزات كما تعلمون ويطعن فيها ويكذبها ويرى أنها سحر، بعضهم يرى تخييل وغير ذلك. قال فإنه لما أمكن أن يكون من الأحجار ما يحلق الشعر، يعني يقصد أن في يعني بعض الحجر أن يكون حادا مثلا، وهذا الذي كانوا يصنعونه القدماء أنهم كانوا بالحجارة اللي يسمونها اللخاف والحجارة الدقيقة
يذبحون بها ويحلقون بها الشعر ويستخدمونها كما تستخدم السكين يعني. قال وينفر عن الخل، الخل اللي هو الخل المعروف يعني أن في نوع من الحجر إذا سكبت عليه الخل ينفر لا يمكن يستقر عليه تماما. اليوم في نوع من الحجارة أحيانا يمكن أن يستخرج منها الماس هذا اللي يجذب الحديد كما قال هنا أيضا ويجذب الحديد بعض أنواع الحجر. انظر كيف يذهب البيضاوي يفكر بطريقة مختلفة. نحن نقول الآن الله سبحانه وتعالى قادر أن يخرج الماء من هذا الميكروفون وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. فنحن لا نبحث عن تعليل لكيفية خروج الماء من الكاميرا مثلا أو من الميكروفون أو من الحجر أو من هذه الطاولة مثلا، لأن هذا إعجاز، هذه خرق للعادة كما حصل مع موسى. لأنك الآن سواء قلنا أنه حجر مثل هذا العمود وضربه بالعصا فانبثق منه الماء، أصلا من وين يجي الماء في العمود؟ له على عين وله يعني مسبك الماء فيه ولا؟ وإن قلنا أنه حجر يتنقل يأخذه ويضعه هنا ويضرب فيخرج منه الماء أو هنا، أيضا هو معجز. فهذا أمر متعلق بقدرة الله سبحانه وتعالى التي لا يحدها شيء. البيضاوي هنا يحاول أن يعلل فيقول أنه يمكن ما دام أن الله سبحانه وتعالى جعل لبعض الحجارة خاصية الجذب وبعض الحجارة يحلق الشعر، فيمكن أن يكون بعض الحجارة له خاصية جذب الماء من الأرض. فنحن أيضا نبحث في تعليل للمعجزات، ما أصبحت معجزة. المعجزة هي أن يخرج الشيء في المكان الذي لا يتصور أن يخرج منه. ولذلك عندما الله سبحانه وتعالى استجاب لصالح عليه الصلاة والسلام فأخرج له ناقة، من وين خرجت الناقة؟ خرجت من صخرة صماء كانوا يعرفونها في وسط البلدة عندهم. حتى في بعض الروايات أنه كانوا من باب التحدي يقولون له يا صالح أخرج لنا من هذه الصخرة، تعنت يعني. فأخرج الله لهم من هذه الصخرة حية ناقة عظيمة لا تتصور من ضخامتها، حتى أنها كانت تشرب هي وحدها يوم ويشربون كلهم مع دوابهم وأنعامهم في يوم. هذا هو هذا الإعجاز، هذا خرق العادة. فكذلك هنا نقول في عصا موسى هنا وفي انبجاس الماء من الحجر كذلك، كما نقول في هذه في سائر المعجزات، كما قلب الله هذه العصا إلى حية وكما فلق بها البحر أخرج بها الماء من الحجر، دون أن نحتاج إلى القول بأن هذا الحجر الذي خرج منه الماء فيه خاصية جذب الماء من الأرض مثلا أو غير ذلك. لأن هذه فكرة المعجزات أنها خارقة للعادة، خارقة للسنن التي يعرفها الناس. هذا هو المقصود بها. فهذا تعليق على كلام البيضاوي في هذه المكان. وهذا أيها الإخوة من آثار يعني كلام البيضاوي هنا من آثار استدلال الأشاعرة بالمعجزة على النبوة. والعقل إذا أدخل في القضايا الغيبية بطل مفعوله وتخبط، سبحان الله العظيم. العقل إذا أدخلته في قضايا الغيب يتخبط، لأن العقل متعود أن يفكر في المحسوسات، في المحسوسات هو مبدع ومدرك لها لأنه يتعامل معها ويعرفها. أما الغيبيات فهو لا يعرفها، فإذا أدخل العقل في الغيبيات جاء بالعجائب، زي الإنسان اللي يتكلم في غير تخصصه. فلذلك وقع كل من صنع ذلك في أخطاء جسيمة، سواء في دلالة المعجزة على النبوة أو في غيره. وإنما نحن نقول هذا خرق للعادة، لا نعرف كيف خرج الماء من الصخر، لكنه بقدرة الله سبحانه وتعالى أخرج الماء من الصخر تماما. أيها الإخوة اليوم كما حصل مع هاجر عليه السلام عندما نبع الماء زمزم من تحت قدمي إسماعيل، هل يمكن أحد يقول والله قدمي هذا الطفل هي التي أثارت التراب فأخرجت الماء؟
ما هي هذه البئر العجيبة التي تستمر من عهد إسماعيل إلى اليوم؟ بسبب الآن الحفارات والرجال الأشداء ما يجيبون الماء إلا بعد عناء شديد. فكيف طفل صغير وفي واد غير ذي زرع وفي مكان؟ لكنها قدرة الله سبحانه وتعالى. ثم لاحظوا يعني من 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 كمال قدرة الله سبحانه وتعالى كيف يستمر نبع الماء في بئر زمزم إلى اليوم. أنت الآن وين هذا البئر التي تستمر كل هذه القرون ثم لا تنضب على كثرة من يريد يشرب منها؟ هذا لا شك أنه خرق للعادة وللسنن وكرم من الله سبحانه وتعالى وفضل. طيب، وإذ قلتم يا موسى، الآية التي بعدها صالح، قال تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، يريدون به ما رزقوا في التيه من المن والسلوى، وبوحدته أنه لا يختلف ولا يتبدل، كقولهم طعام مائدة الأمير واحد، يريدون أنه لا تتغير ألوانه، وبذلك أجمعوا، أو ضرب واحد، لأنهما طعام أهل التلذذ، وهم كانوا فلاحة فنزعوا إلى عكرهم، واشتهوا ما ألفوه، وقوله تعالى: فادعوا لنا ربك، سله لنا بدعائك إياه، قوله: يخرج لنا يظهر ويوجد، وجزموا بأنه جواب فادعوا فإن دعوته سبب الإجابة، وقوله تعالى: مما تنبت الأرض، من الإسناد المجازي، وإقامة القابل مقام الفاعل، ومن للتبعيض، وقوله: من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، تفسير وبيان وقع موقع الحال، وقيل بدل بإعادة الجار، والبقل ما أنبتته الأرض من الخضر، والمراد به أطايبه التي تؤكل، والفوم الحنطة، ويقال الخبز ومنه فوموا لنا، وقيل الثوم، وقرئ قثائها بالضم وهو لغة فيه، وقوله تعالى: قال أي الله أو موسى عليه السلام، وقوله: أتستبدلون الذي هو أدنى أقرب منزلة وأدون قدرا، وأصل الدنو القرب في المكان، فاستعير للخسة كما استعير البعد للشرف والرفعة، فقيل بعيد المحل بعيد الهمة، وقرئ أدنى من الدناءة، وقوله: بالذي هو خير، يريد به المن والسلوى، فإنه خير في اللذة والنفع وعدم الحاجة إلى السعي، وقوله: اهبطوا مصر انحدروا إليه من التيه، يقال هبط الوادي إذا نزل به، وهبط منه إذا خرج منه، وقرئ بالضم، والمصر البلد العظيم، وأصله الحد بين الشيئين، وقيل أراد به العلم، وإنما صرفه لسكون وسطه أو على تأويل البلد، ويؤيده أنه غير منون في مصحف ابن مسعود، وقيل أصله مصرائيم فعرب، وقوله: فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة، أحيطت بهم إحاطة القبة بمن ضربت عليه، أو ألصقت بهم من ضرب الطين على الحائط، مجازات لهم على كفران النعمة. واليهود في غالب الأمر أذلاء مساكين، إما على الحقيقة أو على التكلف، مخافة أن تضاعف جزيتهم، وقوله: وباءوا بغضب من الله، رجعوا به، أو صاروا أحقاء بغضبه، من باء فلان بفلان إذا كان حقيقا بأن يقتل به، وأصل البوء المساواة، وقوله: ذلك إشارة إلى ما سبق من ضرب الذلة والمسكنة والبوء بالغضب، وقوله تعالى: بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق بسبب كفرهم بالمعجزات التي من جملتها ما عد عليهم من فلق البحر وإظلال الغمام وإنزال المن والسلوى وانفجار العيون من الحجر، أو بالكتب المنزلة كالإنجيل والفرقان وآية الرجم التي فيها نعت محمد صلى الله عليه وسلم من التوراة وقتلهم الأنبياء، فإنهم قتلوا شعياء وزكريا ويحيى وغيرهم بغير الحق عندهم، إذ لم يروا منهم ما يعتقدون به جواز قتلهم، وإنما حملهم على ذلك اتباع الهوى وحب الدنيا كما أشار إليه بقوله: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، أي جرهم العصيان والتمادي والاعتداء فيه إلى الكفر بالآيات وقتل النبيين، فإن صغار الذنوب سبب يؤدي إلى ارتكاب كبارها، كما أن صغار الطاعات أسباب مؤدية إلى تحري كبارها، وقيل كرر إشارة للدلالة على أن ما لحقهم كما هو بسبب الكفر والقتل فهو بسبب ارتكابهم المعاصي واعتدائهم حدود الله تعالى، وقيل الإشارة إلى الكفر والقتل، والباء بمعنى مع، وإنما جوزت الإشارة بالمفرد إلى شيئين فصاعدا على تأويل ما ذكر أو تقدم للاختصار، ونظيره في الضمير قول رؤبة يصف بقرة: فيها خطوط من سواد وبلق. بارك الله فيك صالح. تعليق على الآية السابقة أيها الإخوة في قوله سبحانه وتعالى: وإذ استسقى موسى لقومه، قد وردت هذه القصة أيضا في سورة الأعراف في قوله سبحانه وتعالى: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانبجست
منه 12 عينا. قال هنا فانفجرت. وقد ذكر الزمخشري أوجه الشبه والاختلاف بين السياقين في سورة الأعراف وفي سورة البقرة، فذكر 12 وجها يمكن مراجعة الكشاف لمعرفتها. لكن من الأشياء الطريفة التي فيها أنه قال لأنه عبر هناك في سورة الأعراف بالإنبجاس، لأن الخطاب كان للمشركين في ذلك المكان، وأما هنا فعبر بالانفجار لأن الخطاب لبني إسرائيل اليهود الموجودين في المدينة، فالانبجاس هو أول الانفجار، والانفجار هو إذا بعد أن يتغازر الماء ويكثر. فناسب في مكة أن يعبر بالانبجاس لأنه في بداية الدعوة والانفجار لنهاية الدعوة، فهذه فائدة. ويمكن يعني الرجوع للموضعين للمقارنة بين السياقين. في قوله هنا وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، طبعا الذي قال ذلك هم أجدادهم وليسوا هم، والخطاب هنا لبني إسرائيل المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم. قال وإذ قلتم، هم ما قالوا، ولكن الذي قال ذلك هم أجدادهم، لكن كأنهم هم الذين قالوا ذلك عندما قاله أجدادهم. قال البيضاوي هنا يريدون به ما رزقوا في التيه من المن والسلوى. لاحظوا هنا أيضا من أخلاق اليهود وأخلاق بني إسرائيل الملل وعدم الصبر، وهذه رسالة للمسلم أن يصبر على أمر الله سبحانه وتعالى حتى يأتيه اليقين. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لا بد من الصبر. هؤلاء لاحظوا سبحان الله العظيم هم في تيه، نجوا من ظلم فرعون ذلك الظلم العظيم، فهم خرجوا إلى الحرية بعد العبودية. والإنسان الحر عندما يخرج من العبودية إلى الحرية فإنه يستعذب العذاب، يستعذبه ولا ينظر لهذه الصغائر والأكل والشرب. لكن هؤلاء لخساسة نفوسهم ولؤمهم، انظر حتى في هذا الكرم الذي أكرمهم الله به وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، يعني أكل فاخر في منطقة بعيدة صحراء، وبالرغم من ذلك لم يصبروا على ذلك. لا يصبرون على طعام واحد. فقالوا هنا وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، يقصدون به هذين الصنفين التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، المن والسلوى. والمقصود به طعام واحد يعني صنف واحد، يعني هذين الصنفين يعني فترة طويلة خلاص ملينا منها، يبغون يغيرون. طيب تعالوا ماذا تريدون؟ شوفوا الدناءة، يعني يروح بدل ما كان الواحد يأكل لحم ويأكل أشياء فاخرة يروح يطلب مثلا تميس وعدس. فالله سبحانه وتعالى ذكر هنا قال فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. فقال المفسرون لأنهم أصلا كانوا هم شغالين في هذه الأشياء في الزراعة، يعني هذه هي حياتهم، في العدس والفوم والقثاء والبقول. فالله سبحانه وتعالى يلومهم، أتستبدلون الذي هو أدنى، يعني هذا الطعام أدنى وأقل قيمة. والله سبحانه وتعالى عندما وصفه هنا دليل على أنه حتى قيمة الغذائية أقل، وإلا قد بعض الناس سبحان الله يحب هذا النوع من الأكل وهو عنده أحب إليه من السمن والعسل واللحم وغيره، لا ما يحب إلا القثة والبقوليات هذه. فيقول البيضاوي هنا قال وهم كانوا فلاحة، يعني أهل فلاحة، فنزعوا إلى عكرهم. العكر هنا هو ما يبقى من الزيت، وكان معنى كلام البيضاوي هنا أنهم نزعوا إلى لؤمهم وخسة طباعهم. بعض الناس تريد أنك ترفعه وهو للؤمه وخسته يطلب السفل، كما قال أحد شعراء اليمن وهو الشاعر الحسن الهبل قال يروم شأو العلا واللؤم يقعده كأنه طائر قصت خوافيه. شفتوا الطائر ولا الحمام إذا قصيت أجنحته ونتفتها يحاول أن يطير
ولكن لا يستطيع. فيقول: يروم شاء والعلا واللؤم يقعده كأنه طائر قصة خوافيه. فهؤلاء بنو إسرائيل، الله سبحانه وتعالى يريد لهم الكمالات والجهاد والصبر والاحتساب، وهم يأبون إلا الدناءة والخسة حتى في هذا الجانب. قال الله سبحانه وتعالى: تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، أو هو من قول موسى كما ذكر البيضاوي. قال: فادع لنا ربك، سله لنا بدعائك إياه، يخرج لنا، يظهر ويوجد. لاحظوا أيضا من سوء الأدب أيها الإخوة، ادع لنا ربك. طيب ما هو ربكم أيضا؟ لكن من سوء أدبهم كأنهم لم يصدقوا بعد به. ولكن أنت يا موسى تقول أنه ربنا، ادع لنا ربك، ادع لنا ربك. وهذا أيضا من سوء أدبهم في مخاطبتهم لموسى عليه الصلاة والسلام، وهي أيضا رسالة للمسلمين وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولنا أيضا في التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما تقارن، وهذه تصلح أيضا أن تكون ميدان بحث، وهو المقارنة بين تعامل بني إسرائيل مع أنبيائهم وتعامل الصحابة الكرام رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يتعامل بنو إسرائيل مع أنبيائهم وكيف كان يتعامل الصحابة، تجد البون الشاسع. وسورة البقرة هي من أصرح السور في الدلالة على هذا المعنى. قال: يخرج لنا مما تنبت الأرض. قال البيضاوي هنا من الإسناد المجازي. الإسناد المجازي ما معناها؟ إسناد الفعل إلى غير الفاعل الحقيقي، لأن الذي ينبت هو الله سبحانه وتعالى، ولكننا نقول تنبت الأرض من باب المجاز، كأنها هي التي تنبت، وإلا الذي ينبت سبحانه وتعالى هو الله سبحانه وتعالى، كما قال: أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء جعلناه حطاما فظلتم تفكهون. فالزارع الحقيقي والمنبت الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، ولكن نقول أنبتت الأرض وأمطرت السماء كما يقول العلماء من باب المجاز، يعني إسناده كأنه هو الفاعل الحقيقي. فهذا معنى قول البيضاوي من الإسناد المجازي، وإقامة القابل مقام الفاعل، ومن للتبعيد. طيب، من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، هذه كلها أنواع من البقوليات، بعضها معروف إلى اليوم، يعني مثلا القثاء معروفة، البقوليات هذه كلمة عامة يدخل فيها كثير من أنواع البقوليات، وفومها وعدسها وبصلها، الخلاف بين المفسرين في الفوم فقط هنا، أما بقية الأنواع فهي معروفة ومشهورة عند كثير من الأمم. فبعضهم يقول أن الفوم هنا هو الخبز، ومنه قوله فوموا لنا أي اخبزوا لنا، وقيل أنه الثوم نفسه، ولكن قلبت الثاء إلى فاء فقيل فوم بدل الثوم. طيب، وهو لغة في قال أي الله سبحانه وتعالى أو موسى، قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ من هو الذي قال لهم ذلك؟ هل هو موسى أو هو الله سبحانه وتعالى؟ السياق يحتمل هذا ويحتمل هذا. فإن قاله موسى عليه الصلاة والسلام فهو بوحي من الله سبحانه وتعالى. قال: بالذي هو أدنى، أي أقرب منزلة وأدون قدرا، وأصل الدنو القرب في المكان، فاستعير للخسة. فيقال مثلا: هذا همته دون، هذا يعني من باب وصفه بدنو الهمة وانخفاض الهمة. فإذا قيل فلان همته بعيدة أو همته عالية فهذا مديح له، لكن إذا قلت همته دانية فهذا ذم له. فالله يقول هنا أو موسى: أتستبدلون الذي هو أدنى، الذي هو أقل، الذي هو أردى، بالذي هو خير. وهذا إشارة إلى أن الباء والإخوة تدخل على الثمن كما يقولون، اشتروا به ثمنا قليلا، بالذي هو خير، الباء هنا دخلت على المبدل منه، يريد به المن والسلوى، فإنه خير في اللذة والنفع وعدم الحاجة إلى السعي. وهذا صحيح، فهي كلها تأتي إليهم دون عناء، لأن كل الأطعمة التي طلبوها تحتاج إلى مؤونة، أليس كذلك؟ كل الأطعمة التي طلبوها بديلة لهذا تحتاج إلى زراعة وتحتاج إلى سقي وتحتاج إلى عناء، بخلاف هذا الطعام الذي يأتيهم بدون عناء. قال: اهبطوا مصرا، معناها يعني انحدروا إلى هذا المصر. المصر يعني هو البلدة التي فيها الناس، مأخوذة من التمصير، وهو يعني اتخاذ المدينة أو اتخاذ المصر، يسمى تمصير. ولذلك تجدون في كتب التاريخ قالوا: ومصر الأمصار،
أول من مصر الأمصار فلان عمر بن الخطاب، أي بنى المدن وأقام الكوفة والبصرة وأصبحت مدن بعد أن كان الناس رحلا لا ليس لهم مدينة وليس لهم مصر. قال: والمصر البلد العظيم وأصله الحد بين الشيئين، كأنه لما تمصر الأمصار تجعل حد بين المدينة وبين خارجها. قال: وقيل أراد به العلم. أراد به العلم يعني إيش؟ يعني أراد به مصر نفسها، دولة مصر نفسها، كأنه يقول اهبطوا مصر. طيب إذا قلنا أن المقصود به مصر كيف نونها أو صرفها؟ قال اهبطوا مصرا، ونحن نعرف أننا إذا أردنا بالمصر المدينة أو البلدة فإنها ممنوعة من الصرف، اهبطوا مصر، ادخلوا مصر إن شاء الله وآمنين كما في سورة يوسف، هنا ادخلوا مصر أي ادخلوا مصر بلد مصر نفسها. فقالوا هنا أنها نونت لأنها ساكنة الوسط، ونحن نعرف أن العلم إذا كان ساكن الوسط فإنه يجوز أن يصرف ويجوز أن يمنع من الصرف مثل الهند ونحوها. ويؤيده يعني يؤيد أنه فعلا المقصود به البلد مصر أنه في غير منون في مصحف ابن مسعود اهبطوا مصر، ولم يقل اهبطوا مصرا. وقيل أصله مصرائيم فعرب، يعني كأن كلمة مصر أو مدينة مصر أصلها مصرائيم في لغة العبريين وهم يعني بنو إسرائيل. ثم قال البيضاوي هنا: فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة. قال: أحيطت بهم إحاطة القبة بمن ضربت عليه، أو ألصقت بهم من ضرب الطين على الحائط مجازاة لهم على كفران النعمة. وبعض المفسرين يقول ضربت عليهم من ضرب النقود، لأن ضرب النقود وسكها النقود المعدنية لا يزول منها هذا الضرب إذا ضربت ويبقى. هذا سؤال من أحد الزملاء يتعلق بما نحن فيه. في قبل قليل كنا تحدثنا عن الرجز الذي يعني عذب الله به بني إسرائيل، فقلت لكم أن ابن عباس يقول أن كل رجز يرد في القرآن الكريم هو بمعنى العذاب. جميل. فهذا سؤال يقول: في قاعدة الكليات في التفسير أو القرآن كيف تكون الكلمات مترادفة في المعنى مع اختلاف السياق، مع أنكم ذكرتم في محاضرة سابقة أنه لا ترادف 100% في المعنى لوجود الزيادة أو يعني التغيير في المعنى. طبعا هنا الترادف أن يكون بين مفردات مختلفة، لكن نحن نتحدث هنا عن مفردة واحدة الرجز راجزا، فنقول أن كلمة رجز إذا وردت في القرآن الكريم هي بمعنى العذاب في كل المواضع، سواء وردت رجزا أو وردت الرجز فهي بهذا المعنى. أما الترادف فمثل أن تقول مثلا بديع السماوات والأرض وتقول فاطر السماوات والأرض، فنقول فاطر وبديع مترادفة نفس الشيء، هذه فاطر وهذه بديع كلمتين مختلفتين ونقول أنهما مترادفتين يعني نفس المعنى، هذا هو الترادف. أما هذا فليس هو الترادف لأنه نفس اللفظة ترد في كل موضع وفي مختلف السياقات بنفس المعنى. وأنا شوفني بحثت الآن في المصحف فوجدت عندنا هنا في سورة البقرة: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا عذابا. وفي سورة الأعراف: فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا يعني عذابا. وفي سورة العنكبوت: إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء، أي بمعنى العذاب. وتأتي الرجز وردت في موضعين كذا بالألف واللام الرجز: ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز، فهو بمعنى العذاب أيضا. في سورة الأعراف أيضا: فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوا إذا هم ينكثون، أيضا لما كشفنا عنهم العذاب. فهي هنا كلية، هذه بمعنى الكلية أنها ترد في كل المواضع بنفس المعنى. المفردات أو أفراد أو الأفراد ليست المفردات، الأفراد هي بمعنى ترد بمعنى واحد في كل المواضع إلا في موضع واحد، وقد صنف فيها أحمد بن فارس الرازي صاحب مقيس اللغة رسالة جميلة سماها الأفراد في كتاب الله، نقلها الزركشي في كتاب البرهان كلها. قال: وقد صنف أحمد بن فارس رسالة فيها، ثم ذكر كل ما أورده فيها ابن فارس، فلما وجدنا رسالة ابن فارس وجدنا أنها بنصها موجودة في الزركشي إلا المقدمة فقط
التي عرف المقصود بالأفراد فيها. نعود إلى كلام البيضاوي رحمه الله في هذه الآية في قوله فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة. هذا التعبير أيها الإخوة في القرآن الكريم عن بني إسرائيل وضربت عليهم الذلة. أكثر المفسرين يقولون ضربت مأخوذة من ضرب النقود. النقود عندما كانت تضرب قديما على الحديد، الجنيه الذهب هذاك والفرنسي واللي يسمونه الفرنسي، ولا حتى العملات اللي هي نصف ريال والريال والربع ريال والقرش، هذه يسمونها ضرب النقود، سك النقود. لو ترجعون الآن إلى بعض اللي يهتمون بالمتاحف والآثار ويجمعون النقود القديمة يجد أنها مضروبة من العهد العباسي ومن العهد الأموي، موجودة إلى اليوم ما تغيرت، فهي ضرب الحديد هذا لا يتغير، خلاص يبقى آمات طويلة جدا. فكذلك هنا قال ضربت عليهم الذلة كما تضرب النقود، خلاص كأن الذلة أصبحت علامة مسجلة على هؤلاء اليهود لا تفارقهم، هذا معنى ضربت عليهم الذلة والمسكنة. ولذلك قال البيضاوي هنا كلمة جميلة، قال واليهود في غالب الأمر أذلاء مساكين، إما على الحقيقة أو على التكلف مخافة أن تضاعف جزيتهم. طبعا انظر إلى البيضاوي يتكلم عن هذا الموضوع عام 680 هجرية، وكانوا يعيشون في ذلك الوقت في عهد يعني الدولة المماليك، وفي كانت الدولة ظاهرة للمسلمين، فكان اليهود يعيشون في الدولة الإسلامية يعني كرعاية يدفعون الجزية، وكما يقول البيضاوي هنا. والبيضاوي المعروف أنه نشأ في مدينة البيضاء وكتب كتابه هذا في مدينة تبريز التي يعني استقر فيها وكان قاضيا فيها، وفي شيراز أيضا، وهي منطقة قريبة من أصفهان أصفهان وإيران وبلاد فارس بصفة عامة، موطن لليهود من قديم، وهم إلى اليوم لا يزالون يعني هم من أثرياء اليهود في العالم ومن رؤوسهم، حتى يأتي المسيح الدجال فيتبعونه كما أخبرنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إنه يتبعه من يهود أصفهان 70,000. قال وباءوا بغضب من الله، باءوا رجعوا به أو صاروا أحقاء بغضبه، من باء فلان بفلان إذا كان حقيقا بأن يقتل به، ولكن الصحيح أنه رجعوا به. لذلك قلنا شوفوا منهجية البيضاوي رحمه الله في التفسير أن يقدم القول الذي يراه راجحا، والقول الراجح هو الذي عليه جمهور المفسرين والذي قال به أكثرهم، أن باءوا بغضب أي رجعوا به، وهو مثال على الإنسان الذي يذهب ويسافر إلى مكان بعيد حتى يعود بالغنيمة، ولكنه يعود بالخزي ويعود بالفشل، فكأن هؤلاء قد سافروا ورجعوا بالخيبة، باءوا ورجعوا بغضب من الله سبحانه وتعالى. ولا شك أنهم حقيقون بهذا الغضب لكثرة عنادهم وعتوهم ومخالفتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهلك بنو إسرائيل كثرة اختلافهم على أنبيائه، يقولون لهم يمين يروحون يسار، كما قولوا حطة قالوا حنطة، وهكذا. وهي كلها رسالة أيها الإخوة للأمة المسلمة أن تنقاد وأن تتبع وأن تسمع وتطيع، وهذا الذي حدث. قال الله سبحانه وتعالى ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، يعني كأنه يعلل هذا الغضب والذلة التي كتبها الله عليهم بسبب هذا الذي فعلوا كذا وكذا وكذا، قال ذلك يعني هذا العذاب وهذا الذلة وهذا الغضب الذي باء به هؤلاء اليهود وهؤلاء الإسرائيليون ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. ولاحظوا الآن كثرة الآيات التي كفروا بها وكذبوها ولم يصدقوها ولم تؤثر فيهم، بل إن الله سبحانه وتعالى هنا لم يذكر لنا أنهم كفروا بها مباشرة، ولكنهم لم يأبهوا بها ولم تكن ذات تأثير إيجابي فيهم بأن يستجيبوا ويخضعوا، فالله سبحانه وتعالى سمى ذلك كفرا، قال ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. ثم لاحظوا أن الله وصفهم بذلك بصيغة الفعل المضارع، ونحن نقول أن صيغة الفعل المضارع تدل على التجدد والحدوث، فدل ذلك على أن هذا كان سجية فيهم، أنهم كلما ظهرت آية كذبوها. قال ويقتلون النبيين بغير الحق، أيضا هذه من صفاتهم القبيحة جدا، أنهم كانوا يقتلون الأنبياء
وهذه لا شك أنها جريمة انفرد بها بنو إسرائيل في التاريخ، وهي قتلهم أنبياء. وقد قتلوا يحيى وقتلوا زكريا وقتلوا شعياء كما ذكر البيضاوي وذكر غيرهم من المفسرين. قال: بسبب كفرهم من بالمعجزات التي من جملتها ما عد عليهم من فلق البحر وإضلال الغمام وإنزال المن والسلوى وانفجار العيون من الحجر، أو بالكتب المنزلة، يعني أن يكون المقصود يكفرون بآيات الله، يكفرون بآياته، لأن المفسرين والعلماء يذكرون أن الآيات تنقسم إلى قسمين: آيات كونية وآيات يعني شرعية. فالآيات الكونية هي هذه الآيات: انفلاق البحر وتضليل الغمام، والآيات الشرعية هي ما أنزله عليهم في التوراة، قال: كالإنجيل والفرقان وآية الرجم التي فيها نعت محمد صلى الله عليه وسلم من التوراة. يعني ماذا يقصد بها؟ تذكرون النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه بعض بني إسرائيل من اليهود في المدينة يريدون أن يستشيروه في حادثة وقعت عندهم، حادثة زنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في كتابكم، اقرأ. وهذا دليل على أنهم أن الموجود في التوراة لم يحرف كله، وإنما بقي فيه أشياء إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم تحرف. فوضع أحد أحبار اليهود يده على الآية، آية الرجم، لكن طبعا تجدون في كل مجتمع فيه ناس فيهم بقايا من الله. فقال له أحدهم: يا رسول الله، هو وضع يده على الآية التي فيها الحكم الرجم. فالبيضاوي هنا يشير إلى هذه الحادثة كما قال: وآية الرجم التي فيها نعت محمد صلى الله عليه وسلم من التوراة. الحقيقة أنها دمج بين أمرين: آية الرجم مختلفة، ونعت النبي صلى الله عليه وسلم موجود في التوراة في مواضع كثيرة جدا، فبعضها حرف. ولذلك تجدون اليوم الذي يقرأ في كتاب التوراة هناك خلل كبير، لأن اليهود حرفوه وأرادوا أن ينقلوا كل ما في التوراة من الإشارات إلى مكة وإلى الحج وإلى السعي بين الصفا والمروة وإلى حجر إسماعيل وإلى مقام إبراهيم وإلى مكان الكبش وهو الذي ذبح فيه إبراهيم الكبش وإلى عرفات. كل مشاعر الحج موجودة في التوراة، فهم في كتبهم في تفسيرهم حرفوها إلى بيت المقدس وفلسطين والمناطق التي هناك. لكن الذي دائما المزور دائما ما يستطيع أن يخفي كل معالم الجريمة، لأن المزور يزور موضع موضعين ثلاثة، لكن إذا كثرت وتكاثرت تروح عليه تضطرب عليه المسألة، وهذا الذي حدث معهم في التوراة. فلذلك لما تأتي الآن، وهناك كتاب جميل اسمه ونسيت عنوانه، لكنه يعني مكة في التوراة والدلالات التي تدل على مكة، هناك دلالات كثيرة جدا إلى اليوم موجودة في التوراة تدل على أن المقصود بكل هذه المواضع هي مكة وليست فلسطين، وأن تنزيل هذه القصص على، لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الذي بنى البيت وهو الذي بناه مع ابنه إسماعيل، ثم جاء إسحاق وحجه، وجاء موسى وحجه، وحجه كل الأنبياء من بني إسرائيل، فهو موطن معروف، وحجه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقصصه موجودة في كتبهم ومعروفة. لكن الذي جاء يريدون يطمسون هذا التاريخ كله ويحولونه إلى إسحاق ابن إبراهيم حتى يحرموا إسماعيل من أي فضيلة ومن أي قصة. وذكرت لكم أنا ربما في أحد الجلسات قصة الذبيح، وهو قصة إسماعيل ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الذبيح وكل قصصه تدور في مكة، فهم يقولون: لا، الذبيح إسحاق، وكل القصة التي وردت هي في فلسطين، فوقعوا في اضطراب شديد جدا. قال هنا: فإنهم قتلوا شعياء وزكريا ويحيى وغيرهم بغير الحق عندهم، لأن الله سبحانه وتعالى: ويقتلون النبيين بغير الحق. فقد يسأل سائل يقول: هل قتل الأنبياء يمكن أن يكون بالحق؟ فنقول أن قوله سبحانه وتعالى هنا بغير الحق ليس فيه دلالة على أن هناك قتل للأنبياء بحق،
ولكن إشارة إلى واقعهم وفعلهم أنهم كانوا على باطل في تصرفاتهم. لكن أيضا ذكر المفسرون فائدة لقوله هنا بغير الحق، أي أنه حتى في شرعهم هم هناك أحكام بالقتل والقصاص ليس منها هذا، فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين أرسلوا إليهم لم يرتكبوا ما يوجب القتل. قال: وإنما حملهم على ذلك اتباع الهوى وحب الدنيا الآخرة. ثم قال: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يعني ذلك، لاحظوا هنا في كلام البيضاوي وهي فائدة لغوية، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. الله يقول، ذكر لهم يعني عدة عقوبات ثم عبر أو أعاد إليها الضمير بالمفرد فقال ذلك، مع أن المتبادل للذهن أن يقال أولئك أو ذلك، يعني يذكرها بصيغة الجمع. فالبيضاوي يقول أن هذا سائغ في اللغة العربية بدليل قال: وقيل الإشارة إلى الكفر والقتل، والباء بمعنى مع، وإنما جوزت الإشارة بالمفرد إلى شيئين فصاعدا على تأويل ما ذكر أو تقدم للاختصار، ونظيره في الضمير قول رؤبة، وهذا الشاهد كثير في كتب التفسير، قول رؤبة يصف بقر الوحش قال: فيها خطوط من سواد وبلق، هذه الحمر الوحش هذه المعروفة أسود وأبيض، هذا قال: فيها خطوط من سواد وبلق كأنه في في الجلد توليع البهق. فقال كأنه، فعاد الضمير عليه بالمفرد مع أنه ذكر مثنى، قال: فيها خطوط بالجمع وليس مثنى بالجمع، قال: فيها خطوط من سواد وبلق كأنه، والمتبادل للذهن أن يقول كأنها للجمع. فهذا شاهد على أنه يجوز أن تعيد الضمير بالمفرد على ما تقدم من الجمع والمثنى، كما وقع هنا في قوله ذلك بأنهم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، أي ذلكم أو تلكم المعاصي الكثيرة الجمع وليست مفردة. قال: والذي حسن ذلك أن تثنية المضمرات والمبهمات وجمعها وتأنيثها ليس على الحقيقة، ولذلك جاء الذي بمعنى الجمع، وهذا كلام صحيح. طبعا كلام المفسرين، لو ترجعون إلى كلام الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في هذه السورة، في سورة الطعام الذي طلبه بنو إسرائيل بديلا للطعام الذي هم يأكلونه، وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال: تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. كلام كثير للعلماء، وكما قلت لكم أن مرجعهم في ذلك الروايات التي وردت عن بني إسرائيل، لأنهم فصلوا أولا في هذه الأطعمة ونوعيتها، فصلوا في المقصود اهبطوا مصرا، هل المقصود بها مصر البلد أو المقصود بها أي مصر من الأمصار القريبة منكم أو قرية من القرى، لأن أهل القرى في العادة يهتمون بهذه المزروعات البقوليات ويزرعونها من قديم، وفي مصر بالذات لأن مصر أهل زراعة لأنهم على نهر النيل من آلاف السنين، فهم أهل زراعة يزرعون هذه الأشياء ويعرفون. تكلم طبعا ابن كثير وأورد كثير من الروايات وكلام المفسرين وكلام أهل اللغة عن المقصود بهذه الفواكه وهذه البقوليات وهذه الأطعمة، فيمكن مراجعتها. والبيضاوي هنا هو ذكر مختصر وملخص لكلام المفسرين. طيب نختم بالآية التي: إن الذين آمنوا والذين هادوا. أحسن الله إليك. قال تعالى: إن الذين آمنوا بألسنتهم، يريد به المتدينين بدين محمد صلى الله عليه وسلم المخلصين منهم والمنافقين، وقيل المنافقين لانخراطهم في سلك الكفرة، وقوله: والذين هادوا تهودوا، يقال هادى وتهود إذا دخل في اليهودية، ويهود إما عربي من هذا إذا تاب سموا بذلك لما تابوا من عبادة العجل، وإما معرب يهوذا وكأنهم سموا باسم أكبر أولاد يعقوب عليه السلام، والنصارى جمع نصراني كندام وندمان، والياء في نصراني للمبالغة كما في أحمري، سموا بذلك لأنهم نصروا المسيح عليه السلام أو لأنهم كانوا معه في قرية يقال لها نصران أو ناصرة فسموا باسمها أو من اسمها. وقوله: والصابئين قوم بين النصارى والمجوس، وقيل أصل دينهم دين نوح عليه السلام، وقيل هم عبدة الملائكة، وقيل عبدة الكواكب، وهو إن كان عربيا فمن صبا إذا خرج. وقرأ نافع وحده بالياء إما لأنه خفف الهمزة وابدلها ياء، أو لأنه من صبا إذا مال لأنهم مالوا عن سائر الأديان إلى دينهم أو من الحق إلى الباطل. وقوله تعالى: من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، من كان منهم في دينه قبل أن ينسخ مصدقا بقلبه المبدأ والمعاد، بالمبدأ والمعاد، عاملا بمقتضى شرعه،
وقيل من آمن من هؤلاء الكفر إيمانا خالصا ودخل في الإسلام دخولا صادقا فلهم أجرهم عند ربهم الذي وعد لهم على إيمانهم وعملهم. وقوله ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، حين يخاف الكفار من العقاب ويحزن المقصرون على تضييع العمر وتفويت الثواب. ومن مبتدا خبره فلهم أجرهم، والجملة خبر إن أو بدل من اسم إن وخبرها فلهم أجرهم، والفاء لتضمن المسند إليه معنى الشرط. وقد منع سيبويه دخولها في خبر إن من حيث إنها لا تتدخل الشرطية، ورد بقوله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. جميل. طبعا هذه الآية من الآيات المهمة جدا، وهي آية فاصلة في قصة بني إسرائيل هنا في هذا الموضع، لن نطيل فيه لأن سنبينها إن شاء الله في المحاضرة القادمة. لكن البيضاوي تلاحظون في هذه الآية لم يذكر المناسبة بينها وبين ما سبق، وهذه عادته، كان دائما يذكر هذا، البيضاوي يذكر هذا والمفسرون يذكرون هذا، أن الله سبحانه وتعالى لما بين حال العصاة المكذبين المعاندين بين في هذه الآية حال الصادقين المستجيبين، وأن المستجيبين والمنقادين والمؤمنين والصالحين من أي أمة وفي كل ملة فلهم جزاء الله بالحسنى إلى قيام الساعة. فهذه هي المناسبة، وقد ذكرها ابن كثير وغيره مع يعني عدم عنايتهم يعني بذكر المناسبات كما كان يذكر البيضاوي والزمخشري وغيره. هذه الآية طبعا فيها كلام كثير إن شاء الله، سوف نعلق عليه إن شاء الله في بداية المحاضرة القادمة، ونتوقف عند هذا الحد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.